السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي مشاهدينا الكرام. اليوم نحن متوجهون إلى آثار برس النمرود، وستكون هناك لدينا تصوير من نفس الموقع. ابقوا معنا. إذن أعزائي، يعني صادفنا فد شيء سنتوجه إليه الآن من آثار برس، وهو هذا. طبعا هنا الأخوة أيضا. خلنا نصعد بالله إلى فوق، نصعد. لكن أنا هذه إخواني ما أعرف شن هي. نعم، آثار النمرود. طبعا النمرود صار عندنا آثار برس النمرود في ذاك الاتجاه. طبعا هسه راح نروح عليه. ابقوا ويانا في ذاك الاتجاه. نعم، ابقوا معانا وراح نتجه الى آثار النمرود برس. طبعا ابقوا معنا، سنذهب الى ذاك الاتجاه آثار برس النمرود. متجهين الان الى آثار برس النمرود.
نت جديد ولا هاي جاي من بعد؟ اه هو منها هناك الغاكسيا فاهمين الان انتم معنا هو علي في قطة هاي خضار خضار دائما ولا لا والله سكة مو سكة؟ ايه ايه سكة ما خضار شبيك مو؟ والله في سكة ما خضار خيال يمك سيها يمك ناحظة يمك سيها سكة ما خضار هالي طبعا هناك مقام النبي ابراهيم ذاك الاتجاه وهنا آثار برس مكان عالي جدا ابقوا معنا هنا آثار برس النمرود آثار برس النمرود طبعا هذه هي تعود إلى آلاف السنين نعم تعود إلى آلاف السنين تعود إلى آلاف السنين طبعا الشباب ويانا آثار برس طبعا الان نحن في اثار برس النمرود
وين يقدر يطب له هو؟ هذا طبعا الان سوف تنتهي جولتنا اليوم من اثار برس النمرود، وستكون هنا يعني سنعود. هذه هي، كنا معكم يعني في اثار برس النمرود. هو يعني احد حكام العالم الذي حكم العالم باكمله، برس النمرود. نعم. إذن الآن نشكركم ونشكر كل متابعينا الكرام على هذه، نشكركم ونشكر كل الأخوة الموجودين في قناتنا. نتمنى أن تدعمونا في اللايك والاشتراك للقناة، وشكرا لكم، مع جزيل الشكر والامتنان لكم أعزائي المشاهدين. في أمان الله، نلتقيكم في حلقات قادمة وجديدة.